عندي بس سؤال، يعني من الأسئلة اللي بصراحة محيرة بعض المشجعين، خلينا نقولها مش أنا بس، هو احنا ليه في ماتشات وبتبقى نفس الظروف، ليه في ماتشات بتبقى علينا غريبة جدا وعليها علامات استفهام وما بتعرفش ان انت تحصل على جول واحد رغم ان انت عندك الفرصة المتاحة، وليه في ماتشات تانية بتخش وتتألق وتفوز من او تسيطر على الماتش من اول دقايق رغم ان هي اللعيبة، هو الجهاز الفني، هي الجماهير، هي كل حاجة، ليه ده بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نهني الجمهور بالماتش بتاع امبارح اكيد ورجوعنا للتراك للامل تاني. يعني هو الحقيقه لما بيجي مدرب من اوروبا ما بقاش عنده خبرات افريقيه ومحليه، بيبقى عنده فاهم ان اللاعب الاوروبي زي اللاعب المصري في حياته في يومه وكده، ما يعرفش ان احنا العمليه عندنا بتبقى فيها نوع من عدم الانضباط شويه. يعني مثلا بشوف احيانا لاعب قاعد في احد المطاعم وشغال كل حاجه بقى، كل الاكل الممنوع. فده الاكل الرياضي، بنشوف محمد صلاح ليه اكل معين، ميسي ليه اكل معين. الحاجه الثانيه بيبقى فاهم ان اللاعب في اوروبا هيديله كل ماتش 8.5 من 10، عندنا اللاعب ممكن يديك 9 من 10، الماتش اللي بعديه 1 من 10، 1 من 10 صحيح ليه مش موجود. الراجل الاوروبي بيبقى فاهم ان انا هلعب عادل، فعادل هيديني باستمرار كذا، فيصطدم انه الله الراجل ده الماتش اللي فات كان مديني يعني في عالي جدا، ان انا جايب جول وعامل كل حاجه، الماتش اللي بعديه مش موجود. ده اللي هو بعديه بيومين، يعني الدنيا مش بس بعديه بشهرين، ده بعديه بيومين، بعديه بيومين، وتلاقي اداء عكسي تماما. في بقى برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا ودي موجوده، انا برتكن ان انا مثلا جبت جول الماتش اللي فات وان انا كنت كويس، فانا ايه، لا انا بقى عندي رصيد، فمش مشكله، مش لازم بقى اضغط، مش لازم اتعب، فاهم ازاي؟ فطبعا كل الامور ديت بتاثر على الجانب ده طبعا. الى جانب الناحيه النفسيه برضو، عايزين من الصغر نربي اولادنا ان الاحتراف هو اتقان المهنه مش فلوس. الفلوس بتيجي نمره واحد بس، واحد مكرر مش نمره اتنين. فانا وانا بادي لازم عندي الجانب الادبي يبقى عالي جدا، ان انا عايز باستمرار الجمهور متوقع مني الرقم ده 8.5 من 10، انا مش هديله اقل من 8.5 من 10. صح. اللعيب لما يبقى عنده دي، احنا بنلاقي مثلا نجوم زي ندي مثل بميسي عنده فلوس كتير قوي متهيألي، طب كل ماتش ليه اصرار قوي جدا انه ينجح، وانه هل هو محتاج فلوس ولا بيلعب عشان اسمه، عشان الجانب الادبي بالظبط، عشان الجانب الادبي دي عايزين تبقى موجوده من الصغر عند الناشئ بتاعنا في النادي الاهلي، انه يبقى عارف وهو بيأدي علشان الجانب الادبي، ان هو يعمل تاريخ لناديه وبالتالي تاريخ لنفسه، نادي الاول، لان النادي مش هيقف، يبقى شغال عادي. فده اجابه لسؤالك، ان دي جانب نفسي الى جانب طبعا الحياه، مفروض يبقى اللاعب عنده نوع من الحرص شويه في اكله، ويبقى فيه نظام. وبعدين هنلاقي العقود بره غير العقود عندنا، العقد بره بتلاقي ملزمه كده، طبعا اذا انت اكلت كذا، اذا انت كل حاجه فيها محاسبه، اذا انت جالك برد، اذا انت وقعت وما قمتش بسرعة هيحصل كذا.